أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا أنا آسف كثير على التأخير هذا اللي حصل، وما بيدي هو أنا السبب، ولكن خارج عن نطاق السيطرة مثل ما بقولوا. بالبداية خلونا نرحب بضيفنا اليوم الأخ حكمت. أخي حكمت، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أخي جان، وسلم على جميع المشاهدات والمشاهدين في شبكتنا. أهلا وسهلا فيك حكمت. أنا عم بس أضبط جينا على المستعجل شباب، آسفين على التأخير يعني أصدقائي، أو جينا على المستعجل فعم بضبط القعدة يعني آسفين كتير. على كل مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم حلقتنا هي عن آيات إرهابية. راح نكمل مسيرتنا مع الآيات الإرهابية مع أخونا مفسر القرآن أبو الحكم. أبو الحكم، وين وصلنا في آيات إرهابية؟ تفضل حبيبي. طبعا اليوم راح يعني حسب الوقت راح أبدي بسورة الأنفال 65، واللي تقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. طبعا هنا بوضوح يحرض المسلمين على القتال، يعني محمد نقدر نقول هو اللي نسوي شيء، مو إله هو مرض وخيالاته. ولهذا قال الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم أو مرهم عليه. ولهذا كان محمد يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعدتهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض. فقال محمد: نعم. فقال: بخن بخن. فقال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. طبعا وضع له بجنة يعني، وش يخسر؟ سألوا علي موجود هناك، قلت له يقول لي لك الجنة، أقول له أنا أموت عليك يا رسول الله الجنة، يقول لي تروح روح أبا الحكم انتهم بالجنة، فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى واحد يحارب يأكل والمرة شوفها، فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقية في أصدقاء. بس آسف للمقاطعة، في أصدقاء عم بيقولوا ما في بث، يعني أنا فتحت البث المباشر وأصدقائي أنا شايف في بث، إذا ما في بث كمان لسه يا ريت تخبرونا يعني، إذا بس أظن في بث يعني أنا شايف اليوتيوب قدامي وما في مشكلة فيه. طب يعني أحد الأصدقاء جان، وأنا شفته كان قاعد على السكايب، إذا شايفنا خلي يعطينا علامة، يبعث رسالة على الشات بمشي الحال يعني، على الشات إذا تحطونا علامة على الشات أظن لازم يكون في بث يعني. أنا شفت عم بيقول كل شيء تمام، مثال ماشي. يلا شو تفضل أبو الحكم. أوكي وصلنا إلى يقول شعب بيدة تمر وذبة، ثم ألقى بقيتهن من يدي وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. مشتي الموت هذا. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وقد روى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكمل به 40. وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. ثم قال الله: مبشرين المؤمنين وآمرا أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا.
كل واحد بعشرة، ثم نسخ هذا الأمر وبقي سنشرحه وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك حدثنا جرير بن حازم حدثني الزبير بن الحريث عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرين يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حتى فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف. طبعا هنا نشوف المهزلة الإلهية، أنه يعني الإله فجأة يعني يفرض آية أنه كل واحد يغلب 10، وشاف أنه يعني ماكو فايدة، يعني يمكن نفعت مرة أو ما نفعت. هي طبعا أنا ما صدق نفعت أنه واحد يقدر مقابل 10 يتشرب كذا كبير، ماكو أصلا إنسان يقدر يقاوم خصوصا بالسيف مو بالأسلحة الذكية. يعني ف على أساس شاف أنه ما يعني ماكو فايدة وما أنا أكرر كلمة ماكو، أعتقد الأكثرية فاهمية بس ماكو يعني ما في باللهجة ماكو لا يوجد، لا يوجد إيه لا يوجد ما في يعني إيه طبعا ماكو لا يوجد، أو حاول تقول ما في يعني ضروري ماكو ضروري تطلع عراقي يعني. طبعا جماعتي يزعلون علي العراقي لا لا يعني مرات تطلع غصبا عني، احاول مرات اقول لهجات اخرى بس لما اقول افهموا اذا قلت يعني سهوا افهموا انه يعني كلمه ماكو يعني ما في او لا يوجد. اذا طلع سهوا افهموا انه ماكو تركيز زين خلي اللي شرحناه انه محمد أو إله محمد كان يعتقد أنه الواحد ممكن يغلبون 10، لكنه كان طلع غلطان، طلع ولد عيل مثل ما يقول، وشاف أنه ما في فائدة يعني، أم جاب أنه الواحد مقابل 2 يعني. يعني هذا صراحة هاي الآيات المنسوخة يعني أشوفها مضحكة كبيرة على المسلمين. هي اللي يقرأ آيات النسخ يعرف أنه هذا مو إله حقيقي، هذا تصرف بشري يتصرف على أساس الأوقات اللي يمر بها أو يعني أو الظروف اللي يمر بها، شاف نفسه ما يقدر غير رأيه، بعدين في أكو مكانات أخرى يقول الآن عرف الله أنكم يعني في أن فيكم ضعفاً، فيعني يعني الله ما شان يدري هسه عرف انه بيهم ضعف فخطط عليهم. هو ما كنت اجيب الايتين وخلص، لا اجيب هاي ولا اجيب هاي، مثل ما يقول بتحط نفسك في مواقف بيخه بس عايش. فيعني محمد وإله ضحكين على الناس وحاطين ايات مثل ما يقول يحط الايه وهو مو قدها يعني. ننتقل إلى سورة محمد الآية 4. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فأما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. طبعا هي إذا نقول أي شيء نقولكم إياه يمكن نشرحها غلط، فضرب الرقاب يعني آية واضحة جدا، كلام واضح جدا يقول لك إذا شفت الكافر بالمعركة اضرب رقبته، يعني شنو اضرب رقبته؟ بكلينكس مثلا؟ يعني طير رقبته. نشوف شرح بقية الآية. يقول الله مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي إذا واجهتمهم فاحصدوهم حصدا،
يعني كأنه يحصد شعير يعني، واحصدوهم حظا بالسيوف حتى إذا أدخنتموهم أي أهلكتموهم قتلا فشدوا الوثاق الأسارى الذين تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم. يعني هاي جمعية حقوق الإنسان خلي يقولون هاي الآيات، يعني مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فأديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه. والظاهر إن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارة يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ. فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني هنا شوف، يعني شوف هذا الإلهي طلع يعني إجرامي أكثر من مسلمين نفس أكثر من محمد. طبعا هي خيالات محمد، يقول له إذا أخي أو الحكم بالضبط يعني. نعم. يعني هي ردا على جماعة اللي شايفين فيلم الرسالة ومفكرين الإسلام من فيلم الرسالة. يعني هي أكبر دليل إنه فيلم الرسالة هو بس اخدينه من المعارض، يعني يضحكون على الناس من التقية والكذب الموجود بالإسلام. يعني فمسألة إنه كان إنه في أسرى قال لهم تعوا علموا المسلمين القراءة وبنترككم، ولا لا تقطعوا شجرة، ولا ما بعرف تأذوا شيخا ولا تأذوا بطيخا، كله هذا كله كذب بكذب. كان سفاح، أي أسير يقع في إيده يقتله. تفضل. راح أوضح لك فتح مكة شنو الظروف اللي مرت فيها. فتح مكة أولا دخل بدون قتال أصلا، يعني هو بس أكو في جماعة يعني قاوموا شوية ومسكوهم وقتلون، وحتى قال إذا تعلوا بأستار الكعبة تقتلوهم. يعني فعلا في اشخاص تعلقوا باسار الكعبه ولكنهم قتلوهم. اما مساله انه ما قتلوهم، اولا قلت انه دخلوا تقريبا بدون حرب لان عددهم كان اضخم من اهل قريش، لان جمع بالمدينه من الطوائف كثيره اشهرهم الاوس والخزرج، لمهم وهجم عليهم. وبعدين ذولا يختلفون عن الباقي، ليش؟ لأنهم كانوا كل من أقاربه، حتى اللي كانوا وياهم حاربين يكون إلى أخ، عم، خال، أب، كل واحد كان عنده هيك أقارب. فمحمد يعني وحتى عشيرته وأهله لمحمد ما راد يقتلهم، قال لهم يعني أطلق صراحة ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قال يعني شو راح يسوي بكم؟ قال خلاص أنتوا انعفيتوا. هي هاي الحادثة الوحيدة اللي أطلق فيها الأسرة، وما أطلقهم يجي هم أطلقهم بمقابل تعلم وما أعرف شنو وفلوس، عرضوا فلوس. يعني هاي الحادثة الوحيدة اللي ما سووا، بس بقية الحروب كلها بدون رحمة كان يقتل، او على الاقل كان ياخذ منهم فلوس. يعني مثل هذا تدفع له كتلك يعني الاسير، يعني هيك كان يعني الـ يعني هل حابين نوضحها انه هي حادثه وحيده صارت وعرفنا السبب، سبب القرابة التمثيل، ولانه دخل بدون حرب. يعني هنا يقول الله يعاتب بالآية اللي هسه قريتها، يقول الله يعاتب انه المؤمنين المسلمين انتوا ليش جاي تكثرون من الأسرى؟ تريدون انتوا تاخذون فلوسهم، تريدون عرض الحياة الدنيا، تريدون منهم فلوس، لا تسوون شيء تنتظرون الفداء يعني حتى يفدون بفلوس، لا اقتلوهم. يعني انت الله يعاتبهم، يعني بدل ما يقول لهم لا تقتلوا الأسرى يقول لهم اقتلوا الأسرى. يعني هذا هو الإله الرحيم الجميل، إله الإسلام، يا أيها المسلمين
يطالبكم انه ما تخلون الاسير تقضون عليه تقتلوه يعني، او في حالات كان يتبادلون اسرى باسرى، بس هنا الايه واضحه انه تقول لهم لا انتوا ليش تاسرون اقتلوهم راسا يعني حتى يدخل تردون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لأنه الله كتب الكتاب بعد ما يقدر يمسح ماكم الساعة يعني، فكان كان الله عذبكم يعني، بس يلا ما خافوا راح نمشي عليكم يعني. ثم قد دعا بعض العلماء أن هذه الآية آية مخيرة بين مفادات الأسير والمن عليه منسوخة بقول الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. رواه العوفي عن ابن عباس ما قاله قتادة وما قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريح، وقال الآخرون هم الأكثرون ليست منسوخة. ثم قال بعضهم إنما الإمام مخير بين المن على الأسير مفاداته فقط ولا يجوز له قتله، وقال آخرون منهم بل له أن يقتله. طبعا هي حتى يشرح هذا المجرم مجرمين يقول إيه كيف تقتل ما تقتل يعني، حتى يجيب الآيات ويوضح كل شيء يعني أن يقتله إن شاء. لحديث قتل النبي النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر يعني قتلهم، هذا كان أول معركة، معركة بدر مرحم قتلهم يعني. وقال تمامة بن أثال لمحمد حين قال له ما عندك يا تمامة، وقال إن تقتل ذا دم، وإن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت. وزاد الشافعي فقال الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه، يعني حتى يعني تقدر تسترقه ما دام أنت سبيته بالحرب يعني. السبي مو بس للنساء، للرجال، الأطفال، الشياب، تجارة، هي مثل تجارة الغنم يعني، إنه كل أشخاص تقدر تسترقهم أو يعني بالفلوس أو تطلق صراحة أو تقتله، كل شيء مسموح. وهذه المسألة محررة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام. ولله سبحانه والله الحمد والمنة، وقول الله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم وكأنه أخذه من قول محمد لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم عن جبير بن نفير قال إن سلمة بن نفيل أخبرهم إنه أتى رسول الله وقال إني سبيت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت لا قتال، فقال له النبي الآن جاء القتال. يعني شوف ذاك يعني يمكن قرأ الآية قال له ربيت السلاح، النبي قال له لا هسه بدأ القتال. يعني محمد يحب جماعته دائما كان على القتال، يعني هسه بدينا يعني خلي أشوف الدم مثل ما يقول يعني. هو عاشق الدم، الرجل العاشق عاشق الدماء يعني، حتى 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 بالسكس تبعه يحب يرى الدماء، حتى بالجنس يحب يرى الدماء، عاشق الدماء رجل دراكولا. طبعا هو شنو الحرب، شنو هو يسبون النساء يسبون الرجال يسبون الأطفال يعني، يعني يأخذون بالقوة ويبيعون يشترون بيهم، بالإضافة إلى كل شيء اللي عندهم الأشخاص، عندهم متاع، غراض، عندهم أملاك، فلوس، حيوانات، كله يأخذون منهم يعني، بيتهم كله يفرغوه مثل ما يقول، ما حد سواها يعني
غير المسلمين، انه حتى يعني يفرغون المنطقه مثل ما يقول، ياخذون كعبيد وغراضهم وش اسمه بعد هذا اي اله. مثل قطاع الطرق لما يعني قطاع الطرق لما بيهجموا على قافله ياخذوا كل شيء يعني اموالهم وكلهم صار ملكهم يعني. فمحمد يعمل نفس الشيء والدواعش سووا نفس الشيء لما دخلوا على الموصل، شفنا مكتوب حرف النون نصارى ولا ملك، صار ملك للدولة الإسلامية والشعب استرقوه واليزيديات استرقوهم واستعبدوهم يعني. يعني شفناهم من بداية الإسلام وشفناهم هاي بنهاية الإسلام يعني، نفس الشيء نفس المسطرة نفس التعاليم نفس التنفيذ. على الرغم من بشاعة داعش جان، لكنه اكو كان عندهم حدود معينه، فدلمت عندهم كان، لكن محمد كان ياخذ كل شيء. يعني يروح على قريه او مدينه، تخيل نفسك بلندن واهل لندن كلهم يجمع عليهم، كلهم ياخذوهم، ياخذوهم كعبيد يعني مهما يكون عددهم، ياخذون غراضهم املاكهم بنوكهم اولادهم كل شيء ياخذوه يعني، ويستعبدوهم من فوقها. هذا اي اله هذا؟ فهموني اي اله اللي يكون بهالاجرام انه يستحق تاخذ كل شيء يعني. حتى المافيا ما سوا، حتى هتلر ما سوا، ستالين ما سوا، ما حد سواه غير الاسلام هذا الشيء يعني. واذا قبل احد مسوي فما مسوي باسم اله. الفرق هنا بين الاسلام والديانات الاخرى والاقوام الاخرى انه هذا الكلام يجي من بواسطه اله، انه الله قال لي سوي هالشيء، اقتل واغنم وسوي وشرد، هذا الاله طلب مني هذا الشيء، انا ما جاي اسوي من كيفي. فشوفوا انتم هذا الاله، هل هكذا اله مناسب؟ مناسب لعقولكم؟ مناسب للبشريه؟ مناسب للانسانيه؟ اتمنى تفكرون يا اخواني. قال يعني قال انه النبي الان جاء القتال، لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب اقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. الا ان عقد دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير عن نواس بن سمعان قال لما فتح على محمد فتح قالوا يا رسول الله سبيت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب وأوزارها، قالوا لا قتال، قال كذبوا. شوف كذبوا، الآن جاء القتال، يكرر مرة أخرى في رواية أخرى، كذبوا الآن جاء القتال، لا يزال الله يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم يعني شنو؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي، هاي الحديث يعني أنا متأكد 100% أنه صح وما بأي اسم، لأنه كل الشواهد أيد هالشيء، وهذا تفسير ابن كثير أيد كلامنا يعني. يقول فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعقد دار المسلمين بالشام، وهكذا رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي عن من رواة سلمة بن نفيل كما تقدم، وهذا يقوي القول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. شنو إلى أن لا يبقى حرب؟ يعني أنتم تريدون الكرة الأرضية شو اسمه حطوها جوا يديكم بعدين تقولوا ما في حرب. جمال المسيح اللي يصير مسلم ما يخلص من الجزية، لازم يدفع الجزية يعني، حتى لو أسلم يعني. عمرو بن العاص شان وحتى إذا استلموا الكرة الأرضية أخي أبو الحكم، يعني حتى إذا استلموا الكرة الأرضية صدقني الحروب لن تنتهي بيناتهم أصلا، هنا بينات بعضهم الحروب أكثر ما يحاربوا الناس. بالضبط بالضبط كلامك صح، لأنه إحنا شفناه بعيننا القاعدة وداعش شلون كان يقتلون بعض، يعني اثنين ويقولون يشهدون بالشهادتين ونفس الشيء كانوا يقتلون بعض،
بعدهم اصلا ما مستقرين كانوا، يعني شوف بعدها ما موجود استقرار بالدين الاسلامي. هيك يسوون اذا صار استقرار شو يسوي؟ واحد ياكل الله، احنا اذا اكلوا الله نار بتاكل حطبهم مثل ما يعني. مع انه القاعده وداعش يعني من نفس المذهب السلفي المشدد، فما بالك بينهم وبين الشيعة ولا بينهم وبين العلوية ولا الدروز ولا كل هالطوائف هي الإسلامية يعني. أو من بداية الوقت اللي مات محمد، من بداية صدر الإسلام مثل ما بقولوا، الحروب ما توقفت بين بعضهم، وأكثر الحروب كانت بين بعضهم يعني. مضبوط، لأنه يعني شوف حتى العلم القاعدة وداعش متشابهين، بس اختلاف انه داعش يكتبون من تحت محمد رسول الله وذولاك من فوق يكتبون. العلم والمسخره والمضحكه انه واحد من القاعده اخذ مكان داعش، نصره يعني، قاعده ونصره نفس الشيء. فصعد ونزل العلم نفس العلم بس الكلام شوي باختلافات، من فوق لجوا شال العلم وحط العلم الاخر، يعني مسخرة، هذول ناس مسخرة. يعني كلامك مضبوط انه ما راح يتوقفون عن الحروب حتى ياكلون بعضهم، يعني هالشيء صار وايه وقت علي وعثمان وعمر، ويعني المشاكل كلها صارت انه واحد ياكل الله يقتل الله. يعني ما اعتقد اكو خليفة ما طبيعي يعني، او من الخلفاء كلهم اللي خلفوا الاسلام يعني. زين، يقول محاربين شان انتقم الكرم بعقوبة ونكال من عندي، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم وليبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني مو قشفريا تدخل الجنة، يعني يضحك عليهم. وقال الله في سورة براءة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف يعني المؤمن يشفي صدره لما يقتل، يعني هذا أي دين هذا، إنه أنت لما تقتل الله يشفي لك صدرك. يعني شنو هذا؟ إله سادي، إله ما يشبع من ال، طبعا احنا كل ما نقول إله اعرفوا انه محمد، يعني خيالات محمد اللي يعتقد انه ايش آيات تجي يعني، ويصرف حسب الظروف يعني. يعني يشفي قوم مؤمنين اذا انتم رحتوا ذبحتوا اخرين يعني. يعني هذا غير إله، هذا يكون هيك حاقد، بدل ما يدعو للمحبة يدعو للقتل والقتال ويتشبه باللي يقتلوا منا. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها. أنا باقي لي شوية أقرأ إذا حبيت تفتح السكايب. طيب انا اصدقائي، انا راح افتح السكايب، راح افتحه حالا، والاصدقاء الحابين يداخلوا اهلا وسهلا فيهم. وعلى فكره انا اعلن من منبري هذا انه بدانا ببرنامج الاتجاه المشاكس، راح تكون اولى حلقاته يوم السبت الساعه 10 بتوقيت لندن، 11 بتوقيت القاهره. طبعا ضيوفنا راح يكونوا الاخ طه عبد الحميد من الطرف المسلم، والاخ دانيال عمرو من الطرف الملحد، والمناظره راح تكون حول الاعجاز العلمي عموما بصفه عامه، الاعجاز العلمي بصفه عامه. واتمنى يعني تشجعونا على هالبرنامج هذا. بصراحه نحن من زمان حاولنا انه نعمل هالبرنامج هذا، عملنا له قناه وشيء، ولكن ما كان في ناس مسلمين يعني يتقدموا للمناظرات. ولكن في الفترة الأخيرة شفت إنه في شباب مسلمين متشجعين إنه يسووا مناظرات، وسوينا مناظرتين على برنامج الجهر بالإلحاد. لكن البرنامج الجهر بالإلحاد بصراحة ما يعني إذا بدخل مناظرات كمان
تشعب المسائل ببرنامج الجهر. فقررنا نعمل برنامج الاتجاه المشاكس ولنشوف المشاكسات لوين توصلنا، واتمنى يعني تشجعونا وتدعمونا بالبرنامج الجديد. على كل انا فتحت سكايب اصدقائي، بتمنى مداخلاتكم، بتمنى مشاركاتكم، بتمنى الاسئله اذا في عندكم، ونعمل الحلقه هي. انا ما راح نطول كثير فيها اخوي الحكم، يعني لانه في عندي حلقه ثانيه بعد شوي راح نعملها. ايش قد يعني الوقت حتى اعرف؟ يعني قدامنا تقريبا يعني نص ساعه اخرى. اوكي زين، نكمل بقية شرح الآية. بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي عن قيس الجلامي: رجل كانت له صحبة قال محمد: يعطي الشهيد 6 خصال، عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئته. شوف المزايا اللي ينطوح، حتى واحد يحثوه انه يروح يقاتل، ومهم ينقتل، المهم تجي الجنة وتجي شغلات الصراحة نشوفها. عنه كل خطيئة، أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر. شوف كل مزايا، يعني مثل هذا اللي يقول لك تعال البنك احنا نعطي فوائد اقل، والله شلون ضرائب اقل، واذا تحط عندنا فلوس راح تجيك فوائد اكثر يعني، واذا اقترضت ضرائب اقل. فكمل الفزع الاكبر من عذاب القبر، ويحلى حلة الايمان تفرد به أحمد. حديث آخر قال أحمد أيضا: حدثنا الحكم بن نافع قال محمد، إن أنا دائما أقول محمد يعني تعرفون بعد يعني النبي، يعني لأنه يكتب صلعوني ما مرد أقوله بس أقول اسمه يعني. قال محمد: إن للشهيد عند الله 6 خصال: أن معدان عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت، ياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هاي يشفع 70، راح يحث هواي ناس يقول لك يلا خلي، وإذا ما تطرح أشفع 70 نفر يعني. نهاية كل من إله يعني يريد يدخل الجنة وما أعرف شنو. وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وما عن أبي قتادة أن محمد قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وروي عن من حديث جماعة من الصحابة، وقال أبو الدرداء قال محمد: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ورواه أبو داود والحديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. الآية خلصت. إذا عندك أحد متصل. والله يظهر أصدقائنا متكاسلين اليوم يا شباب، اتصلوا فينا. على كل عادي الأخ فهد، أظن فهد محمد عمول: اسمع نعمة الإسلام وتكفرون هي زنديق، لعنكم الله يا كفار. طبعا هو عم بمزح حكي. على كل في الأخ، بس دقيقة واحدة أشوف اسمه، أخ محمد الأمر عم بسأل أصدقائه أنه هذا الإله ليش ما ببعث رسول جديد، يعني بما أنه هلأ التماثيل كترانة ونحن عم نحاكي التماثيل، يعني إذا هو كان كتير همه أنه معشر قريش كان يعبد التماثيل، معشر المسلمين صاروا يعني يعبدوا التماثيل وصاروا يمارسوا الجنس مع التماثيل حالياً، ليش
ليش يا رب محمد ببقى يبعثوا من جديد يا أخي محمد خاتم الأنبياء في النهاية، طالعوا من قبره مشان يكسر التماثيل ويكسر أبو الهول ويكسر التماثيل، بالعكس تماثيل جنسية أظن محمد راح يكيف عليها. شو رأيك، شو تعقيبك؟ أنت تدري داعش ايش سووا لما دخلوا الموصل؟ على أساس هم ضربوا كسروا التماثيل اللي موجودة، والحقيقة كانت غير كليا يعني. شو عملوا هم؟ جابوا تماثيل غير حقيقية يعني، كسروها، بس التماثيل الأثرية الصحيحة راحوا باعوها طبعا. هذا الإسلام اللي إجا يقضي على التماثيل. جماعة داعش راحوا باعوا التماثيل لأنه فيها مبالغ كبيرة يعني. طيب خلينا ناخذ اتصال من حبيبنا جانو. الو، وين؟ تفضل حبيبي جانو. مرحبا، اهلا وسهلا. عندك اليوتيوب على وطفي شوي، بس صورتك منورة. ها جانو تسمعني؟ اظن الاخ جانو مو ما عم بسمعنا يعني، ف انا رح ارجع اتصل فيه. اخي جانو يا ريت رد علينا، رد علينا وخذ الغله. يظهر صار معه مشكله جانو. على كل في شخص كان عم بيسأل انه ليش ابو الحكم ما بجيب تفسير القرآن من مصادر شيعية كمان؟ الميوت عندك. ما جاء اجيب من مصادر الشيعية لانه احنا متفق، حتى من مصادر السنية ما جاء اجيب غير ابن كثير، لانه احنا نريد نروح على اصدقهم مثل ما يقول، هم يعتبرون ابن كثير هو الاصدق. يعني إذا أدخل على الشيعة نفس الشيء، يعني ما راح يفرق عن السنة بشيء. فهم عدم، ذولا عدم تخاريف وذولا عدم تخاريف يعني. فمثل ما يقول السنة باعتبار السنة أكثر من الشيعة، ويعتبرون الأصدق هو ابن كثير. فأني جاي أجيب ابن كثير، وبعدين السنه ما راح يتابعوني، يقول لك خلاص احنا الكلام كله فارغ، انتم كلامكم ما راح نسمعه اصلا لانه انتم تجيبون المصادر الشيعيه. وهذا السبب يعني، احنا ما يفرق ويانا شيعه ولا سنه، كله نفس الشيء عندنا يعني. صوتك واضح. طيب خلينا ناخذ اتصال جانو. جانو تفضل حبيبي. جان لك ولابن الكثير حبيبنا واخونا الكبير. طبعا تطرق على كثير اشياء كثير مواضيع، بس اللي بدي اعرفه انه ليش الله بينسى اشياء يعني بينسخها او يجيب ما بعرف شنو احسن منه، بس ما بينسى انه يطلق زوجة ابنه ومشان يتزوجوا وهو يعني. بدي افهم هالشيء، بينسى اشياء مشان ال 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 الجماعة الناس اللي عايشين هون، بس ما بينسى انه يسوي مثل ما بيقول عائشة، أرى أن ربك يستجيب لهواك يعني. فقط بدي أفهم هالموضوع، هو الله خطاب محمد ولا شو؟ والله كاتب عن محمد يعني، بقول له اكتب لي تارك الدنيا كلها يعني، بس بيشوف محمد شو بده شو ما بده. صحيح. هو يعني شغلة مكشوفة يعني. اليوم أنا راح أسأل أخوي أبو الحكم عليها، بس إنه مسألة النسخ يعني، أنا بدي أخذ رأيك جانو وبعدين أرجع أخذ رأي الأخ أبو الحكم. مسألة النسخ، نسخ القرآن يعني، إنه الزلمة كان بمكة في آيات مكية بنعرفها وفي آيات مدنية، طبعا الآيات المدنية نسخت أغلب الآيات المكية حسب الظروف اللي كانت موجودة بالمدينة. طيب هذا
إذا كان القرآن مثلا ينسخ نفسه على حسب الظروف، ألا يحق للمسلمين؟ بس شيء واحد، بس أكمل هالجملة هاي وأعطيك تعطيني رأيك. يعني هذا ما بيعطي الحق للمسلمين إنه ينسخوا آيات القرآن حسب الظروف الحالية ويشوفوا البديل لآيات القرآن لهالأيام هاي. يعني الكتير كتير مهم إنه من هداك، يعني من زمن مكة لزمن المدينة فرق 10 سنين 20 سنة كلها على بعضها صار في نسخ، ما بالك فرق 1400 سنة. يعني يا ريت ينسخوا، جيبونا أشياء جديدة، قرآن جديد يا أخي ونخلص. يعني أنا راح أقول لك شيء بالنسبة للنسخ والمنسوخ، يدل على شيء واحد، إنه هذا الديانة أو هذا الطريق أو هذا الأيديولوجية بين قوسين، أيديولوجية شخصية لإنسان سايكوبات بيقول أي شيء. والمشكلة إنه عاش في زمن كل شيء مهيئ له، يعني ما كان في إذا بتقارن قبل 50 سنة بذاك العصر، قبل حتى 100 سنة كان في كتير دول، حتى الدول العربية كان في جامعات، بس ذاك الزمن ما كان مدرسة واحدة ما كان موجودة، يعني الثقافة العلم كان مش منتشر، كان مجتمع أسطوري، مجتمع أسطوري بمعنى الكلمة، يعني فقط بيسمعون أشياء وبيرددونها، ما كان في أدلة بيقول أشياء، فأي شيء بتنقال بيصدقوه، وخاصة إذا في مصلحة. يعني ليش 20 سنة قال لما كان في المكة قال إن الله هيك وإن الآن رسول الله، ليش ما آمن حدا فيه؟ ليش لما رفع السيف وانتهب وقتل مع سعالك صار عند يدخلون في دين الله أفواجا؟ وشو كمان يا بالنسبة لي، يعني الناس والمنسوخ، نرجع إلى يعني أنت ليش تريد تنسخ شيء؟ يعني الله ما بيعرف إنه بعد 50 سنة شو راح يصير؟ ليش حتى يعني بس فترة وجيزة بيغير كلامه؟ يعني مشان محمد بيسوي كل شيء، يعني كل شيء حلال إلى كل شيء مباح، إلى النكاح مباح، يعني كل شيء مباح. بس شوف غزوة أوطاس، يعني كان بيعرفوا هذا الامرأة متزوجة من ذاك الشخص واثنيناتهم عايشين، بيجيب آية بيجيب كلام، مش آية أنا بالنسبة لي كلام كتير سخيف مشان يشبع غرائز جماعته، بس مشان يسكتهم. بس حبيت انه اشارك معاكم، تحياتي لكم وبحبكم. شكرا، شكرا كثير لك جانو، شكرا حبيب جانو على الاتصال، شكرا. طيب خلونا ناخذ اتصال من الاخ سال. كمان الاخ سال، انا اسف يعني انتظرتنا، اتمنى ترد علينا اخي سال. اخي سال، سال تفضل. سال مساء الخير. سامعك صوتك رائع، تفضل. ثانك يو. والله تحياتي لك اولا، وتحياتي لبن كثير اللي كان مختفي علينا، مشتاقين لك حبيبي. بس حبيت اذكر جس مزحه يا ابن كثير، كلامك لم يثبت الا عقيدتي، واشهد امامك انه لا اله ولا الله
ولا قتل ابن آمنة رسول من عند الله. والحمد لله على نعمة الإسهال وشكرا لكم. لا 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 بدك تحمد الجلدة. الجلدة هذه طائفة انشقت عنه فلازم نحاربها ونقاتل. يعني بداية القصيدة كفر لسه عم بيرح طلعنا الدين هذا صار فيه انشقاقات كمان. صار بس يصير اسم دين راح يصير انشقاق يعني منها. أنا انشق عن جلدة الحنفية وأعلن محاربتي لجورج بول. بدك تسوي دين العزقة معناته. بس ممكن يعني لا يقدم أدلة وشواهد وقرآن مبين كهذا سأنضم إليه. يعني هو يظهر جورج صاير نبي كسول يعني ما بهم الغنائم. ما بهم الغنائم. أنا وبطل يعني ما فيش. لا لا هو 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 ما بهم الغنائم شان هيك يعني مو دنيوي تاركه للآخرة. هو بد حوريات ما في حوريات؟ لا في حوريات مائية. سمك سمك سمك. على سال في نقطة ما استطيع اسمها بالحكم بس انت راح تكون الموصل. ولا يهمك اذا في عندك اي تعقيب على اللي كنا عم نحكي. نوع كلام مضبوط صراحة يعني كله بالأدلة والبراهين وكتب إسلامية يعني مش جايب هالرجل من اليهود ولا المسيح ولا ابناء القردة والخنازير. هو هذا الإسلام الحقيقي إجرام اغتصاب عصابة قدست فيما بعد. يا ريت المسلمين يفهمون هذا الكلام ويخرجوا من هذا العصابة اللعينة اللي راح تكون سبب خراب هذا الكوكب الجميل. للأسف شكراً أخي سال شكراً كثير لك. تحياتي وحب الجانو جانو حبيبي I love you bye love you. طيب أخي أبو الحكم يا ريت أول شيء تشيل الميوت وتقول لي رأيك بنسخ القرآن. نسخ القرآن ألا يستوجب نسخ آياته لصالح الزمان؟ خلينا نقول تفضل. حبيت أسلم على كابجانو والأخسال من الأخسال المشتاقين. نريد من نكثف يعني المرحلة الجاية بحلقات يعني الكل نحاول إنه من طريقة إنه ننشر الوعي الإنساني بين المسلمين وحتى ينبذون هذا الدين الخرافي. أما بالنسبة لمسألة النسخ كاجانو هو قال إنه مسألة النسخ يعني واضح إنه شيء بشري تفكير بشري إنه يتصرف حسب الظروف اللي يمر بيها يعني المسلمين. وحتى الكلام اللي قالها منه صحيح انه ليش ما جت آية تنسخ اللي انه راح يتزوج مثلا زينب بالجحش يعني مرت ابنه بالتبني. هو لا اي شيء يصرف له يسوي واي شيء يسوي خطورة على المنهج اللي ماشي فيه ممكن يسوي له نسخ. بس إذا الشيء مصلحته ما يسوي له نسخ. إذا ما يجي اعتراض أكو ناس يعني مسلمين يقولوا لي شوف الرسول كيف إنه إنسان صادق يلوم نفسه. هاي مسألة يلوم نفسه يعني أكو وايا مسلمين فيه كثير من المسلمين معتقدين إنه هو لأنه هو يلوم نفسه محمد في بعض الآيات هذا معناته إنه الدين صحيح هو ما غير كلامه. لا هو كان يقول كلام معين كانوا يعترضون عليه بعض الناس مثلا عبس وتولى أن جاءوا الأعمى. كلمة الآية هاي تقول عبس وتولى أن جاءوا الأعمى. مرة جاء واحد أعمى يريد يأخذ منه يعني يسأله شيء بالدين وشاف ناس آخرين أهم منه من يعني مثل أسياد القوم تركه وراح. فالمسلمين صاروا يلوموا على هذا الشيء. فالشيء سوي شلون يطلع من المأزق
قال يعني انه جاب آية صلح الموقف، يعني هو بس كان يريد يصلح الموقف، مسألة مو مسألة انه طلع نفسه غلطان، لا المسألة انه انه مثل ما يقول باعوا اني جاي اغير، يعني يريد يجيب انه آية انه غيرت خلاص، يعني لا تزعلوا. هو كان يريد دائما يكون مسيطر على الموقف، واذا تجي اي مشكلة معينة راح يجيب آية ويخلص من المشكلة. مثلا قصة شو اسمه، قصة هاي لما اتقرب من ماريا القبطية على فراش حفصة، حفصة شافته قال له بس لا تفتنين، أنا بعد ما اتقرب من ماريا خلص. راحت فتنت، لما فتنت قال له يعني تريد مرضات أزواجك والله أحق وأن تخشى، يعني خلاص لما المصلحة زالت راح، قال لك خلاص ما دام انكشفت خلاص راح أجيب آية وأحلل ماريا مرة ثانية، صار يجامع ماريا مرة ثانية. ومن هالأمثلة كثير، يعني آيات القتال، آيات شو اسمه الخمس مثلا، أكو واي آيات تدل على هذا المعنى. وإذا يقول لك بعد أنت قلت كلام إنه ليش المسلمين يعني ما يشيلون بعض الآيات لأنه ينسخوها لأنه الأوضاع تبدلت، لا ما يقدروا يسووا، لأنه محمد جاب، يقول لك محمد هو جاب الآيات، إحنا ما نقدر نغير دي، لو هو كان موجود ممكن يغير دي، إحنا ما نقدر نغير دي، يعني هذا الكلام ما يقدروا. وعرفوا بشرية، بس هاي الجملة، عرفوا بشرية القرآن من خلال أنه دائما محمد يتكلم شيء هو الله ورسوله، الله ورسوله، يعني كلام فارغ. يعني حتى لما يقول الخمس لله ورسوله، يعني هم أنا يضحك بي على العقول، يعني شنو خمس لله ورسوله؟ الله منين يأخذ فلوس يعني؟ يعني صراحة يعني الآيات النسخ يعني تقطع العقيدة الإسلامية بالكامل، تقضي عليها، لأنه ما في إله يغير أقواله بين يوم وليلة. بعض مرات الآيات كانت تتغير بالساعات، اللحظات كانت تتغير. يعني صحيح صحيح، للأسف الشديد ما هو يعني لم يعد ينفع معه النسخ، الشيء الوحيد اللي ينفع معه الاستئصال والحرق والكب في المزبلة آيات القرآن. على كل المعنى اتصال من الأخ سال، عفوا أخي دانيال حبيبنا دانيال، تفضل دانيال. مساء الخير صديقي جان، مفسرنا وكبيرنا أبي كثير سلام الله تعالى عليه. أهلا وسهلا دانيال، أهلا وسهلا حبيبي جان. هو الإرهاب بشكل عام بيجي فعل، يعني الإرهاب بشكل عام هو أي فعل بيوقع الخوف في نفوس الآخرين أو حتى فعل، هذا الإرهاب. فمضمون هذا الكتاب مثل ما ذكر مفسرنا وكبيرنا بكثير، مضمون هذا الكتاب من أوله لآخره في إرهاب. إذا كان إرهاب للآخرين بآياته، بمعنى قتل الآخرين من آيات مثلا تتضمن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم إلى آخرها، أي إرهابية. فإذا انسلخ الأشهر الحرام فقاتلوا المشركين أينما وجدتهم، هذا إرهاب مباشر، أو يعني بيوقع الرعب بطرف الآخرين، وبنفس الوقت بحسك أنت على أنك تكون إرهابي. وفي إرهاب غير مباشر أيضا بالقرآن، ألا وهو الإرهاب أنه إخافة الآخر، أيضا هذا إرهاب. وقت اللي بتقول للواحد إذا ما سمعت كلام محمد فحتفوت على جهنم، هذا أيضا إرهاب، بس هذا إرهاب غير مباشر. فهذا الكتاب اللي عم تحكوا عنه حضرتكم من أوله لآخره فعليا بيتضمن إرهاب، إذا كان إرهاب مباشر أو إرهاب غير مباشر. والمسلم جان وصديقي ابن كثير ما في يطلع من هذا النص، لأنه نص مثل ما بعده ذاكر ابن كثير، نص مقدس، قال محمد فخلص. بكل تأكيد بكل تأكيد. على كل إن أخي دانيال، أنت في عندك مناظرة يوم السبت، والأخ طه طبعا دكتور طه
أكد لي إنه سيسحقك سحقا بلا رحمة يعني في المناظرة، فشو رأيك يعني؟ نتمنى له التوفيق، نتمنى له التوفيق. هو عادة يعني يمكن يتم سحقنا من خلال الأسطورة، يعني ما دائما حملة الأساطير بيكون لهم وقع خاص، يعني بيكون لهم يعني ليك اسمع مثلا لما يكون عم تحكوا عن آية الإرهاب مثلا، فإذا انسلخ الأشهر الحرام فقاتلوا المشركين أينما وجدتموهم وخذوهم واحضروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فانتهبوا إلى بلا 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 بلا. بدناش ننزع المنبر بهذا الذكر هلا. فهذه الآية إرهابية وداعش اليوم بتعمل فيها، وين ما بتشوف مشرك بالليل أو كافر بالليل بتقتله وبتطارده وبتعمل هدنة بالشهر الحرام اللي هو محرم مثلا. بيجي المسلمين الآخرين شو بيقولوا لك مثلا صديقي جان؟ بيقولوا لك لا هذه الآية بوقتها بس، يعني هي مش مستمرة، بس بنفس الوقت بيقول لك القرآن صالح لكل زمان ومكان ولازم نعمل بالآيات يعني بكل زمان ومكان. فممكن ينتصر من خلال التأويل واللف بالدوران على الكلام، أما بالحقيقة والمنطق فسلفا أنا بتنبأ له بفشل ذريع، وسلفا بتنبأ له بهزيمة نكرة. أما إذا بده يلف ويلعب بالكلام فكلنا شاطرين باللعب بالكلام، بنتعب. هو مشكلة المؤمنين إنه بلفوا بيدوروا بلفوا بيدوروا، هاي المشكلة الكبرى يعني. بس بالنهاية نحن وله إن شاء الله من المبارزين. طبعا انا بشكرك كثير حبيبنا دانيال. طبعا حبيبنا دانيال راح يكون معنا يوم السبت الساعة 10 بتوقيت لندن في مناظرة ومبارزة مع الدكتور طه عبد الحميد اخصائي توليد واخصائي نساء. اخصائي نفاس طلع هذا، لا حول ولا قوة الا بالله. خلينا نناظر اخصائيين نفاس وحيض. صحيح. بدي أسألك دانيال قبل ما نسكر، يعني نحن بلشنا بدأ راح يكون المناظرة راح تكون على برنامج الاتجاه المشاكس، فشو بتقولنا شو بتشجع الناس على الاتجاه المشاكس؟ بتقولنا بهالبرنامج بدنا تشجيع يعني بصراحة. هي صديقي جعل المناظرة ما بيبقى عنوانها انتصار فريق على فريق أو إبراز قوة فريق على فريق آخر. المناظرة هي عنوانها تقريب وجهات النظر وطرح الاختلافات بوجهات النظر لنقوم بفكر يعني يوصلنا لنتيجة بالنهاية. فمن الطبيعي المفروض على كل الأصدقاء القادرين على الظهور لو كانت قدراتهم ضعيفة فمن المفروض يدعموا هذه البرامج من خلال المشاركة، ولو أنا ذكرت سابقا حتى لو كانت المشاركة فقط صوتية مثلا. أنا عم شوف بعض المؤمنين عم بيخافوا يرجوا صوتهم، ما بعرف ليه يعني عم يعملوا عم يطلعوا يحكوا مؤمنين مني يعني، بس ما بيحب يبرج صورته. ليه؟ بيقول لك بخاف إذا أخطأت بعدين يلوموني أصدقائي المؤمنين. عنا نحن هذه القاعدة مش موجودة. الملحد إذا طلع وتكلم وأخطأ معلوماته هالقد واكتفى الموضوع، ما في مين يحاسبه، ما في مين يبيمزه. لذلك هذه البرامج لازم تكون مفعلة أكثر، ولازم تكون يعني الأصدقاء خصوصا الملحدين واللادينيين يدعموها أكثر ويشاركوا فيها بسخم أكبر ليوصلوا أفكارهم بشكل معاكس، يعني يوصل الفكرة ونقيض الفكرة. لأنه على مر التاريخ صديقي جون كل فكر كان فيه مقابله فكر مواجه له، أو كل فكر كان فيه مقابله فكر معارض له. مثل ما عندك حكومة عندك معارضة، مثل ما عندك برلمان عندك ناس معارضين بقلب البرلمان، مثل ما عندك رئيس عندك رئيس معارض للبرلمان. هذا بيبني ما بيهدم إذا كان الفكر بناء منه هدام. فمن الطبيعي المفروض على كل الأصدقاء يشاركوا بهذه البرامج ويدعموها أكثر لهذه البرامج. طيب أنا بشكرك كثير أخوي دانيال، ولقائنا يوم السبت أكيد. شكرا لك. شكرا. طيب على كل أنا أشجع أصدقائي الملحدين يعني بشان برنامج الاتجاه المشاكس، يعني ما في ضرورة أنه تطلع بصورتك، المهم إذا في عندك حدا يناظرك جيبه مسك بخوانيقه مثل ما بقولوا، جيبه وخلي خلينا نشوف المناظرات ونشوف الوجهات النظر مثل ما بقول، مثل ما قال أخونا دانيال يعني لازم يكون في معارضة في النقاش هذا حتى نصل يعني يبين. لما بيصير نقاش بيّن الجوهر الحديث، بيّن يعني بيّن مين عنده دلائل مين ما عنده دلائل، وإذا المسلمين عندهم دلائل أهلا وسهلا يعني ما في أي مشكلة. على كل إن نحن وصلنا لنهاية حلقتنا. أبو الحكم كلمة أخيرة حبيبنا إذا بتحب تفضل تقول. تفضل. يعني حبيت أشكر دانيال إنه اتصل
وعرض ما عنده وكلامه طبعا كله صحيح، وهذا الشيء اللي حكاه كله موجود بالاتجاه الإسلامي، انه يحاولون يثبتون انه هم الاصل، كلامهم كله صحيح باللف والدوران والألاعيب اللي يسووها اللي متعودين عليها، وعدهم التقية مثل ما يقولوا، عدهم الجسم الكذب مسموح لهم في حالات، وهذا حتى الحرب الفكري يسموه حرب، يعني يقدرون يكذبون مسموح لهم بالكذب. وبالمناظرة أنا متأكد راح يعني بدون ما أباوع انه اشوف يعني انه متاكد انه هو راح يفوز بالمناظره، ليه مو يفوز يعني راح يكون كلامه مقنع، مو يعني احنا بس توضح الشغله انه احنا مو لاننا اذكياء انه نغلبهم بالمناظره، ممكن يكون الذكاء يعني احد الاسباب، ولكن حجتهم ضعيفه، هي هاي اللي تخليهم مرمى للاهداف، يعني مثل ما يقول انه هو ما عنده فتشي يقدر يقنع به المقابل، يعني حتى لو يعني ابسط ملحد يقدر يناظر اكبر شيخ، مو لانه ذكي، لا لانه حجتهم هم ضعيفه وكلامهم كله غير منطقي. ف شو اسمه فلتبارك جلدة الحنفيه يا دانيال، ومثل ما يقول تغير افكار كل مناظرة من عندنا، أنا متأكد يغير أفكار كثير من المسلمين من الإسلام إلى اللاديني على الأقل أو ترك الإسلام. طبعا اليوم ما قدرنا، يعني ظروفك أعتقد شوي وقتك ضيق، ما قدرنا نكمل بقية الآيات، وأيام موجودة يعني ما راح نركض، يعني أكيد الأيام قادمة مثل ما بقولوا أخي أبو الحكم، يعني وراح مثل ما بقولوا الآيات كثيرة وراح نتعمق فيها ونكررها حتى يفهموا الناس كلنا. أكيد أنا بشكرك أخوي أبو الحكم، وحبيت أشكرك أمينة على يعني إنه قدرنا نوصل بعض الأفكار للمسلمين، وأتمنى لهم إنه ينظرون للدين بعقلانية ويحيدون العاطفة ويشيلون القدسية. أنا أتمنى أنه يحدون حذونا ويشاهدونا بالعقل الدين، أكيد راح يكتشفون أنهم كانوا على ضلال على ضلال المبين. أيوة على ضلال المبين. شكرا جزيلا. أكيد شكرا لك أبو الحكم، وشكرا لكم أصدقائي، انتظرونا بعد ساعتين إلا ربع من الآن مع الأخ رياض والأخت رانيا والأخت سارة، واحتمال تكون معنا الأخت شي، يعني في وضع المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. شكرا لك أبو الحكم وشكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء. شكرا عليك. باي باي.